هل كان الزمن صديقاً لمي عمر أم خصماً لها؟ خصم ولا صديق؟ لا، خصم. يحاول بعض الأشخاص خداع الزمن، أما البعض الآخر فيخدعهم الزمن. أما أنت، من أي فئة من الأشخاص؟ لا، أنا ولا بخدع الزمن ولا الزمن بيخدعني، بس هو في الآخر أنت دايماً بتلاقي نفسك في صراع مع الوقت. يعني أنت دايماً بتحارب الوقت، دي أكتر حاجة أنت بتحاربها، ودي أكتر حاجة أنت مش متحكم فيها. يعني أنت ممكن تتحكم في حاجات كتير قوي في حياتك، بس عنصر الوقت لا. وفي حاجات لو ما اتعملتش في وقتها بيبقى ملهاش لازمة. فلا طبعا، يعني الزمن بتحس ان انت دايما كده بتسبقه.